وصف لنا أجواء العيد في البصرة مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وأيضا المتزامن بارتفاع درجات الحرارة. نعم، تحية لك جميلة، بخير، والعراقيين جميعا بألف خير. بالتأكيد يعني هنالك تفاوت ما بين المحافظات في العراق بحسب طبعا درجات الحرارة، سواء كانت يعني منخفضة أو مرتفعة. في البصرة اليوم بالتحديد درجة الحرارة هي تصل إلى أعلى معدلاتها، وبالتالي وكأن البصرة مهجورة حقيقة، شوارع شبه فارغة، لا يوجد هنالك يعني أناس يتجولون في الشوارع، الأسواق مقفلة. أنا الآن في أحد يعني الأسواق الكبيرة لا يوجد حتى متبضعين، هذا دليل على أن البصرة مختلفة حتى عن الأجواء الطبيعية. هي في الأيام ليست عيدا، هنالك زخم وهنالك حقيقة الكثير من المركبات والازدحامات في الشوارع، الأسواق مكتظة، لكن اليوم نشاهد العكس تماما، هنالك حقيقة شبه عزوف عن الخروج إلى الشارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا يعني ما رافقه طبعا من انقطاعات ازدادت في هذه الفترة للتيار الكهربائي. أضف إلى ذلك أن بعض العائلات البصرية تحاول يعني أن تغادر مدينة البصرة باتجاه مثلا إقليم كردستان للسياحة، وأيضا دول أخرى مجاورة من أجل الاستجمام وخلاص بعض الشيء من درجات الحرارة العالية. طيب، كيف هي تعامل الحكومة المحلية مع الانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي، وكيف هو التجهيز، ساعات التجهيز خلال فترة العيد؟ نعم، يعني للأسف التصريحات لا تأتي مطابقة للواقع، هنالك تصريحات حكومية خاصة للحكومة المحلية في إنهاء ملف الكهرباء وأيضا استقرارها، لكن للأسف نلاحظ بين فترة وأخرى عودة يعني الانقطاعات المستمرة والمتكررة، وحقيقة لساعات زادت عن الفترة السابقة، هذا دليل على أن هنالك تراجع في المنظومة الكهربائية، لكن يبدو أن الحكومة المحلية هي غير قادرة على حل هذا الملف، مع أن البصرة أنفقت من أموالها الخاصة لبناء أو إنشاء محطات توليد، وأيضا ساهمت في مشاريع أخرى كالتوزيع ويعني يعني المشاريع الكهربائية الأخرى، لكن بالمقابل لحتى هذه اللحظة لا يوجد هناك استقرار بالتيار الكهربائي، والمواطنون لا يزالون يدعون إلى إنهاء هذا الملف بأسرع وقت، لأنه بصراحة عنهك يعني الشارع البصري كثير. نعم، مراسلنا من البصرة زميلي أثير العبادي، شكرا جزيلا لك.